بكره عندنا طبعا مباراه مهمه جدا عشان نخش بقى في الموضوع سخن، ماتش مصر وموزمبيق الساعه 7 في المجموعه الثانيه، وغانا وكاب فيرد الساعه 10، وفي المجموعه الثانيه طبعا الساعه 4 تبقى نيجيريا وغينيا الاستوائيه. خلينا نبدا بمباراه، نتكلم الاول عن مباراه الافتتاح سريعا تمام، وبعد كده وبعد كده نروح نشوف كوت ديفوار وغينيا بيساوي النهارده ايه الاداء. طب الماتش خلص 2-0. طبعا كوت ديفوار يمكن البدايه كمان اللي لسه قلنا في اول كلمه قلناها سيكو فانا هدف في الدقيقه 4، ويمكن كراسو جاب الجون الثاني. لاعب نصر السعودي. طبعا نصر السعودي محترف السعوديه. سجل اسرع ثاني اسرع هدف في تاريخ افتتاحات كاس امم افريقيا بعد اثيوبيا 76. طبعا فكره ان هو سجل هدف مبكر كده فريح الدنيا كلها، يعني ككوت ديفوار او جمهور او في ضغط عصبي او حتى اللعيبه خلاص تقدموا بهدف. كوت ديفوار كانت مسيطره لحد ما كملت الشوط الثاني، سجلوا الهدف الثاني، طلعوا بافضل نتيجه ممكنه وهي 2-0، وبالتالي 3 نقاط. طبعا الناس تبقى عارفه ان هيصعد اول وثاني وافضل 4 توالد، فغالبا اللي هيحقق فوز حط رجليه في دور ال 16 بنسبه كبيره يعني. فطبعا كوت ديفوار خلي بالك المجموعه فيها نيجيريا، والماتش الجاي نيجيريا، الماتش الجاي كوت ديفوار مع نيجيريا، فطبعا الفوز النهارده مهم جدا لكوت ديفوار. معنويا المستوى لسه مش قد كده، وده طبيعي، متوقع المسابقه تصاعدي خلال البطوله. انا في وجهه نظري ان نسخه 23 اللي هي طبعا بتقام في 24 هتبقى واحده من اقوى نسخ كاس افريقيا في التاريخ بسبب الشغف الكبير، نجوم كبار جدا جدا في مختلف انديه العالم، لعيبه كتير واعده وصغيره ما بين 19 و23 و24 سنه موجودين، يعني لسه في انديه في اوروبا مش التوب، بس يعني ماشيين على الطريق او في السكه كده. فاعتقد البطوله دي هيبقى فيها مستوى تنافسي غير طبيعي. هاخد الكلام دكتور عثمان على الاعمار السنيه ونزول الاعمار السنيه، لكن احنا بنقابل ما بعد كده ان احنا اكبر اعمار سنيه موجوده في البطوله كمنتخب مصري. بص، هو منتخب مصر يمكن لو هتقارنه بالبطوله ممكن يكون معدل العمر كبير، ولكن لما تيجي تقارن المنتخب المصري بالنسخه اللي فاتت اللي كانت مع كارلوس كيروش هتلاقي بان اصبح في تنوع ما كانش موجود عند كارلوس كيروش، وبالذات في نص الملعب. لما تيجي تتكلم عن نص الملعب منتخب مصر، واحده من اكبر مشاكل منتخب مصر 2019 ان انت كان عندك ثلاثيه ثابته، الثلاثيه دي هي اللي انت بتلعب بيها اي جيم انت عايز تلعبه. كان حمدي فتحي وقتها وعمرو السوليه والنني، لو انت عايز تلعب جيم بتبني الكره من تحت بيلد اب من تحت، هم دول الثلاثه اللي هيلعبوا. لو انت عايز تلعب جيم دفاعي هم دول الثلاثه اللي بيلعبوا. كان في ثلاثيه ثابته في نص الملعب، وكانت دايما الناس بتشتكي من ان انت مفيش تنوع في نص الملعب، ولكن مع وجود مروان عطيه ومع وجود امام عاشور ومع وجود طبعا قبل الاصابه كوكا، دلوقتي منتخب مصر بقى عنده رفاهيه كبيره في نص الملعب ويقدر يلعب اشكال جيم مختلفه. لو هو عايز يلعب يبني الهجمه من تحت يقدر يبني الهجمه من تحت، لو عايز يلعب جيم دفاعي يقدر يلعب الجيم الدفاعي، لو عايز يلعب على السكند بول في حمدي فتحي وفي لعيبه بدنيه يقدر يلعب على السكند بول.